بنرحب بكل مشاهدينا مع بداية لقاء متجدد على شاشة القناة الثانية وبرنامج أيامنا، حلقة خاصة جدا من البرنامج بنقدمها لحضراتكم النهاردة، وبنقدمها في ذكرى غالية جدا على قلوب وعقول كل المصريين، بل أقدر أقول كل العرب، ذكرى ثورة 30 يونيو. الحقيقة هذه الثورة لها مكانة خاصة في قلوب المصريين وأيضا قلوب العرب، لأنها بمثابة نقطة تحول حقيقية وتصحيح مسار للانتفاضة اللي قام بها الشعب المصري. وللأسف بعد 2011 تم سرقة ما تم إنجازه في هذا التوقيت، وشفنا إزاي أن الإخوان قدروا أن هم يقفزوا على السلطة في 2012 لحد 2013. طبعا الشعب المصري اللي حافظ على بلده عبر التاريخ من أيام الدولة المصرية القديمة لا يمكن أنه هو يفرط في هذه الدولة، علي صوته وطالب باسترداد الدولة المصرية. استجاب الجيش المصري، ودايما القوات المسلحة المصرية بتكون في ظهر شعبها وبتحقق أمنياته وأماله، وزي ما شفنا من 30/6 وثورة الشعب وبيان يوم 3/7 اللي ألقاه في ذلك الوقت وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير السيسي في ذلك التوقيت، وإزاي استجابت القوات المسلحة لنداء الشعب. طبعا الدول العربية وبصورة عامة إزاي استقبلت هذا الموضوع؟ طبعا بكل الترحاب والفرح، لأنه كان بمثابة إيقاف هذا التحول اللي قد يحدث في الأمة العربية والإسلامية، وتحويل كل هذه الدول العربية زي ما شفنا كده لنموذج أو نماذج للدول العربية الفاشلة أو الدول اللي بتسقط. وبالتالي صحيح ثورة 30 يونيو كانت ثورة مصرية، لكن أثرها امتدت لكل الدول العربية. استطاعت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تتحول إلى دولة بمؤسسات قوية، بعد أن وضعت القيادة السياسية خطة للنهوض بمنظومة الدولة وعلى رأسها المنظومة الاقتصادية. وفي 6 سنوات مضت حققت القيادة السياسية طفرة في كل المجالات، ما جعل المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، ما جعل زعماء الدول الأجنبية يشيدون بمستوى المشروعات القومية التي تعدها الدولة والمدة التي تنفذ خلالها تلك المشروعات. ونفذت الحكومة على مدار السنوات الست الماضية ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر، من طرق وكباري ومشروعات سكنية ومدن جديدة ومشروعات تنموية في مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات بتكلفة نحو 1,000,000,000,000 جنيه. ومن ضمن المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة في مدة قياسية كانت إنشاء قناة السويس الجديدة بأياد مصرية خالصة. ومن بين الخطط التي وضعتها الدولة كذلك النهوض بالمدن وتطويرها والاهتمام بالبنية التحتية، فيما قررت الدولة إنشاء أنفاق تربط بين شمال ووسط سيناء بالدلتا، وهي الأنفاق الواقعة في محافظة الإسماعيلية. وفي مخطط لتخفيف الزحام على الهيئات الحكومية الكبرى بالقاهرة والوزارات المختلفة، قررت الدولة إنشاء عاصمة إدارية جديدة. وفي إنجاز جديد لا مثيل له في الشرق الأوسط، أقامت مصر مسجد الفتاح العليم، وهو أكبر مسجد في الشرق الأوسط ورابع أكبر مسجد في العالم، بالإضافة إلى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، وهي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرحين في يناير من عام 2019 علاقات مصر الخارجية. انفتحت مصر على كل القوى الدولية وأصبحت لها علاقات استراتيجية مع أكبر ثلاث قوى في العالم. أهلا بكل مشاهدينا النهاردة وفي حلقتنا الخاصة جدا عن ثورة 30 يونيو. بيسعدنا ويشرفنا أن احنا نعيد يعني تذكر هذه اللحظات الغالية على قلوب كل المصريين والعرب، اللحظة اللي انطفت فيها الشعب المصري لتغيير مسار. الحقيقة يعني كان محدش عارف ممكن يوصل لإيه، وتعديل هذا المسار لاستعادة الوطن مرة أخرى. ضفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني، رئيس القسم السياسي بالأخبار المسائي. أستاذ علاء أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة ومصر بخير، واحتفالنا ب 30 يونيو يعني الحقيقة كل عام بيثبت حسن توجه واختيار الشعب المصري بتعديل وتغيير المسار، وأيضا استجابة القوات المسلحة المصرية لهذا التوجه وهذا النداء من الشعب المصري. نقول إيه هذا العام في هذه الذكرى؟ كل سنة وحضرتك وكل المصريين وكل الشعب المصري والرئيس والجيش وقوات الشرطة رئيسها وشعبها وقوات أمنها، كل المصريين وكل المؤسسات بخير. نعم. عارفين أن ذكرى ثورة هذه الأيام بنحتفل بالنجمة السابعة لثورة يونيو، الثورة اللي هي انتفض فيها الشعب المصري عن بكرة أبيه وملأ ميادين وشوارع مصر بعشرات الملايين، خرجوا على كل خائن، على كل عميل، على كل مسيء لهذا الوطن. قوات الجيش وقوات الشرطة انتفضوا زي ما حضرتك قلت لمساندة وتحقيق الإرادة الشعبية في 30 يونيو، بعد ما شافوا الكثير من المهازل والكثير من الخيانة والكثير من المطبات اللي كانت بتحطها فينا، اللي وضعتنا فيها الجماعة الإرهابية. اللي دعا الشعب المصري لأنه يطالب بإسقاط حكم الإخوان، وده كان حتى مش في ذكرى، هي طبعا 30 يونيو كان في ذكرى سنة من بداية حكم الإخوان، لكن الموضوع ما كانش بسنة، ده كان قبله بأشهر، كان بعدة أشهر لما يعني خلاص الشعب شعر ان يعني التجربة غير ناجحة. يعني ايه اللي في وجهة نظر حضرتك تحليلك للي دعا الشعب المصري للانتفاضة؟ كلنا شفنا احداث 25 يناير بسلبياتها الكثيرة، وشفنا عدم الاستقرار الامني، شفنا تخبط على المستوى الخارجي، شفنا مؤسسات كثيرة جدا الخدمات بتاعتها بتنهار. ما كانش لم يبقى عندنا الا حاجتين مهمين جدا، الارادة الشعبية اللي هي الصلبة للمصريين، اللي هي لا تلين ولا ترضخ لاي قوة حتى لو كانت خدعت بيها في بعض الوقت، وقوة مؤسساتنا اللي كانت ممثلة في الاجهزة السيادية وفي الجيش المصري وقوات الشرطة وعدد من المؤسسات الأخرى، اللي هي ما قدرتش الجماعة الإرهابية تستحوذ عليها أو تستولى عليها. نظام التحليل السياسي، ماذا لو تم تمكين هذا العدد الصغير في هذه الوزارات أو هذه الأماكن الحساسة، الجيش والشرطة، لو استمر حكم الإخوان؟ يعني تخيل أن مثلا ممكن يكون من هؤلاء الإرهابيين قيادات في الشرطة أو في الجيش، يعني إيه اللي كان يمنع أن لو تمكن الإخوان من الحكم أنه كنا نلاقي قيادات في القوات المسلحة زي عشماوي ده مثلا؟ يعني كان هيبقى ماذا عن الوضع في مصر لو تم تمكين هؤلاء؟ هقول لحضرتك حاجة، قوة مؤسساتنا السيادية، رجالنا اللي موجودين المصريين الأبطال اللي هم تربوا على إيدين أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف وغيرها، أعتقد أن ما كانوش مديهم فرصة لده. كان عندهم، كانوا حاطين، كانوا بيهو الجماعة، كان لديهم من الحنكة ومن الخبرة أن أنا أوهم هذه الجماعة الإرهابية، إن أنا ما يهمنيش غير مصلحة الوطن، وأنا ما يهمنيش من اللي يحكم. وده كان فعلا كان شعرهم، المهم أن البلد تسير في الطريق الصحيح، وكانت كل الأجهزة ماشية بهذه الطريقة، لكنها كانت على حذر شديد جدا من هذه الأجهزة السيادة. كان عندنا
المخابرات الحربية، كان عندنا المخابرات العامة، كان عندنا الأمن الوطني اللي هم للأسف الشديد اللي كان أمن الدولة وصفوه، كل هذه الأجهزة هم كانت لديها كانوا مستهدفين أمن الدولة اللي هو الأمن الوطني لأنه هو ده طبعا كان يعني حل من بص من السلبيات ومن الكوارث اللي حصلت على مصر في الفترة دي حل جهاز أمن الدولة طبعا. القيادات الخبرات النهاردة احنا شايفين سمعة عالمية على مستوى الدول العربية وعلى مستوى العالم قياداتنا في الأجهزة السيادية عموما والأمن الوطني وكل ده للأسف الشديد يعني هم حاولوا يقتربوا من ده، لكن من ميزة قوة هذه الجهات ومن ميزة الشخصيات اللي قايمة عليه المجلس العسكري وزير الداخلية في نفس الوقت، لما نشوف المشير حسين طنطاوي ونشوف رجاله الرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي في نفس الوقت وبقية أعضاء المجلس العسكري ونشوف اللي هو محمد إبراهيم وكان ردهم إزاي على كل ده وإن ما حدش قدر يستهدفهم وفي النهاية كلنا بقينا واحدة وكنا بنشوفهم زي ما بيقولوا إن الرئيس يعني حتى لو كلنا تذكرنا كلام الفريق عبد الفتاح السيسي في ذات الوقت او الفريق اول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت وإيحاءاته والكلام اللي كان بيتكلم بيه في هذا الوقت قدامهم كنا عارفين كنا نثق ان في عندنا واحد جاي من ورا خالص ومعاه كل قيادات وقوات الجيش واعضاء المجلس العسكري فاهم ما يجرى فاهم ما الاحداث فاهم التخطيط ترصد. احنا عارفين كلنا ان جهاز الاستخبارات المصريه او المخابرات العامه او المخابرات الحربيه من امهر الاجهزه في العالم. كانوا احنا فاكرين لو شوف كلنا المكالمات اللي سجلوها المرسي والخبايا والخفايا وكل ده كانوا عارفين لا وما خفي كانوا اعظم يعني ربما مش كل شيء تم لسه في حاجات كتيره جدا ما تمش الاعلان عنها يمكن في ذكرى القوات في ذكرى الاحتفال بثوره يونيو او بحرب اكتوبر او في الاحتفال باعياد الجيش المختلفه بنشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي كل شويه كده بيدينا سر من الاسرار ده بالاضافه للاسرار اللي احنا بنسمعها واحنا عارفينها وما بقتش اسرار. كل ده كان بيخلينا نقول ان احنا كلنا انا نفسي وكلنا كنا مطمنين على قوات الجيش وعلى القوات الشرطه. انا واحد من الناس ما كانش عندي شك تماما في ان انا ان الوضع في النهاية هيوصل لمستوى معين وكده. صحيح. أما كنا بنقعد مع يعني بعض أصدقائنا في الجيش أو في الشرطة وكنا نسمعهم يعني كنا في الأول بنستغرب إن هم رصدين ده وكنا لما نسمعهم أنت شفنا الإخوان كان في وقت من الأوقات كنا شفناهم يعني إيه خلاص النفوذ والعنجهية وإغلاقهم الطرق وشفنا فاكرين أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي والتلفزيون لما كانوا بيجوا وحصروه يعني كنا بنقول إن مفيش مفر إن هم هيطبقوا فكرة جزئية بس صغيرة وهنخرج لفاصل يعني المنطقة اللي هي خاصة بميدان الشهيد هشام بركات ومنطقة طريق النصر يعني أي مواطن له عينان ينظر بس للمنطقة دي في 2013 والميدان اللي كان في حكومة موازية ومش عارف وعايزين يعلنوا دولة داخل الدولة والأرصفة اللي اتشالت وسكان المنطقة دي شاهدين على يعني قذارة هذه واللي كان اللي كانت بترتكب فيها في الخفاء طبعا يعني ما كانوش قادرين يقعدوا في بيوتهم من الروائح اللي كانت بس بتطلع من المكان ده والنهاردة هذا المحور شكله ايه يعني ده نقدر نقول بس ده يعني صورة واقعية للفرق ما بين مصر 2013 ومصر 2020. احنا عندنا فاصل وهنرجع نشوف ازاي الشعب المصري بعد مرور 7 سنوات على 30 يونيو 6 سنوات على حكم الرئيس السيسي شايف التجربة يعني رصد التجربة بعد مرور هذه السنوات، لكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله. اشتباكات في ميدان التحرير بين مؤيد الرئيس ومعارضيه
ويعني وتبتدي ملابس قطنيه الامور هتبقى معقوله. لبس ملابس قطنيه او ملابس بيضاء. عايزين ان شاء الله المواطن يرشد معانا استهلاك الكهرباء، لان طبعا احنا بنعمل الكهرباء للتنميه الصناعيه. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. سنؤسس لمصر المستقبل دولة قوية محقة عادلة سالمة آمنة مزدهرة تنعم بالرخاء. إن مصر ترجع تاني لمجدها، وده مش هيكون غير بالعمل الجاد، العمل المخلص، العمل الأمين. مصر تقر أكبر موازنة في تاريخها. وذكر وزير المالية المصري أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة. والصبر. زي ما انا معاكم على العهد والوعد، وانا بكلم كل المصريين، انتم كمان مش على العهد والوعد معايا، على العهد والوعد مع بلدكم مصر. عشان نتيحهم للناس ونودي فرص عمل للناس اللي برضو موجودة. دي خطوة من ألف خطوة. أهلا بكل مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم مرة أخرى وبنستكمل هذه الحلقة الخاصة عن ذكرى ثورة 30 يونيو. وضفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني، رئيس القسم السياسي بالأخبار المسائي. يعني احنا النهاردة 7 سنين على ذكرى 30 يونيو، وست سنوات
على رئاسة مصر، رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله المسؤولية. يعني لو وضعنا هذه السنوات في الميزان، توجه الشعب المصري ورفضه لحكم الإخوان، ثم عام انتقالي، وأيضا لازم نشير للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وهذه السنة الفاصلة أيضا وشديدة الحساسية في تاريخ مصر السياسي الحديث، ثم سنوات يعني إعادة الدولة وإعادة الثقة في مؤسساتها ثم الانطلاق، يعني رصد لهذه التجربة. خلينا استكمالا لكلامنا ان احنا نفرق بين مرحلتين، مرحلة الاخوان والجماعات الارهابية والجماعات المنتفعة في هذا الوقت، منهم كثير جدا من القوى السياسية اللي موجودة في تركيا وبعض الدول الاوروبية دلوقتي في الوقت الحالي. نفرق نشوف ايام الاخوان كانت تقسيم غنائم، تقسيم غنائم، انت خد وزارة كذا، خد الموقع الفلاني، بقى تقسيم غنائم، كله كانوا بيحاولوا ان كل واحد يستفيد الاستفادة القصوى، وكانت بينهم صراعات كبيرة جدا على توزيع هذه الغنائم، وشفنا كوارث اللي ما حدش يعرفه الايام هتكشف عنه، ان هم داخل الجماعة نفسها كانوا بيتصرعوا ده. وبين فرق تاني بعد 30 يونيو وقيام الثورة، وبين ناس كانت بتحكم ورئيس جه في الوقت ده اختاروا المصريين، هدفه الوحيد المصلحة العامة، هدفه الوحيد مستقبل الأجيال القادمة، هدفه استعادة قوة الدولة المصرية في الداخل والخارج، هدفه استعادة الهيبة إقليميا وعربيا وعالميا، وقيام الدولة بتحقيق أمال وطموحات المواطنين اللي أعلنوا عنها في خريطة الطريق 30 يونيو، واللي جه بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بها المصريين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ورضوخه لخوض الانتخابات وفوزه باكتساح في منتصف 2014. شفنا كل ده، لما نشوف ده ونفرق ونقارن بين ده وبين ده، نشوف ان الرئيس عند ثقة الشعب في الرئيس اللي هو بيضع مصلحة المصلحة العامة وحبه للوطن وحبه لمصر في المقدمة، وبين ناس كانت بتوزع غنائم ومنقضة لأردوغان في تركيا أو الخليفة اللي هو عايز يستعيد أمجاد الدولة التركية، وللأسف فشل وحيفشل وحيشوف يعني هيبقى عليه كوارث. كل ده خلى يعني إدى أريحية للرئيس عبد الفتاح السيسي. بعض القوى السياسية المعتدلة وحتى بما فيهم قوات الجيش، هي طلبت منه طلب، يعني طلب في مصلحته وفي مصلحة البلد، قالت له نعمل إجراءات أو انتخابات رئاسية تاني مبكرة وانتخابات برلمانية نفس القصة. للأسف الشديد هو خلاص، هو كان مسك المفتاح، هو خلاص قاله بيتهيأ له هو وجماعته والمساندين ليها سواء من الداخل والخارج، قطر وتركيا وغيرها وإيران، والعلاقات اللي هو كان بقى إيه عايز فيها فساد حتى بإسرائيل وبالولايات المتحدة الأمريكية. ما ننساش كلنا دور باراك أوباما وهيلاري كلينتون في دعمه، 8 مليار دولار وقصتهم ودفعهم من جيب دافع الضرائب الأمريكي اللي نصرت جماعة إرهابية، هم اكتووا بنارهم ولسه هيشوفوا الكلام ده. لما نشوف ده ونشوف اللي حصل، اعتقد ان احنا كان عندنا شعب عظيم استطاع ان هو ينتصر على هذه الجماعة، ومؤسسات دولة قوية استجابت لي. لما نشوف بقى النتائج اللي اتحققت على هذه الثورة هنشوف ايه. هقول لحضرتك، خلينا احنا نقول على مستوى الخارج كنا بقينا صفر، خلاص تراجعنا، علاقاتنا انقطعت مع كل الدول نتيجة التخريف اللي كان بتعمله جماعته باستثناء بعض الدول اللي هو كان بيعملها بالاضافة للمخططات. للأسف الشديد احنا كان عندنا حكومة امريكية في نفس الوقت باراك اوباما كان هو وهيلاري كلينتون كانوا عاملين علينا كماشة، يعني ولعوا علينا الدول بعد كلها بعد 30 يونيو. استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي بهنكته وبخبرته وتعامله مع يعني الخبره الكبيره جدا ان هو يفكك كل ده ويساعد علاقتنا بافريقيا وبالاتحاد الاوروبي حتى اقوى انصار الولايات المتحده الامريكيه. نشوفه بقى على المستوى الداخلي، بدانا اجراء اصلاحات اقتصاديه، شفنا يعني بعدها دوله قويه يمكن سندتنا في الازمه اللي احنا فيها كورونا. شفنا اول مشروع الرئيس قام بيه، وشفنا تكاتف وتلاحم مصر، كان مشروع قناه السويس المنطقة الاقتصادية، شفنا الأنفاق اللي وصلت لسينا تحت المية، شفنا طرق، شبكة طرق حديثة عالمية وصلتنا للمرتبة 45 عالمية، شفنا جيشنا بدأ وصل للمرتبة 9 عالمية، شفنا تحديث أنواع السلاح، شفنا مليون، خلينا نتكلم بس عن الإنجازات بشكل سريع، شفنا مليون ونص، مليون واحدة سكنية يمكن تم الانتهاء ما يقرب من مليون واحدة منهم، سواء لأصحاب الأماكن الخضراء، سواء لمحدود الدخل، سواء للشباب.
لكافة الفئات، حتى يعني ما سبناش أي حاجة، حتى تطوير المناطق العشوائية. احنا بعد 30 يونيو وبعد مرور 6 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفنا عندنا يعني مصر أصبحت يعني مش هنقول بلا عشوائيات، أكثر من 80% أو 90% من العشوائيات في مصر قضينا عليها، وده كان حلم. المعنى اللي احنا عايزين كلنا كمصريين نحتفل بيه ونبذل جهد اكتر عشان ننهي المشكلة ديت من مصر تماما، مش بس على مستوى المجتمعات او المناطق الخطرة او المناطق الغير امنة او الغير لائقة، يعني حتى المناطق اللي غير مخططة. وده بيتطلب مننا كدولة ان احنا نسبق الناس، نسبق الناس في مطالبها للإسكان، سواء عن طريق الدولة او القطاع الخاص، يبقى متوفر حد من المساكن اللي ما تخليش الناس تتصرف لوحدها. لو مطلوب 1,000,000 شقة في السنة نعمل 1,000,000 شقة. فتح الخارج على العالم، وان انا تعاملت مع كل الدول بندية، مفيش بفرق بين دولة كبيرة ودولة صغيرة، وان انا نوع علاقات سواء في مصادر السلاح واللي غيرها، ولما اجي على المستوى تسليح الجيش المصري، ان انا حتى يعني انا كنا دايما بنشوف حاجات كتيره جدا، دول كتيره اقليميه متفوقه عليها، مثلا زي القوات البحريه في مصر، لما كانت اسرائيل بتمتلك، عن احنا كان عندنا الكفاءه البشريه، لكن هم كان عندهم الكفاءه الماديه او المعدات اللي هي ما كانتش موجوده عندنا. بدا الرئيس السيسي يعني بخبرته يعمل ده ازاي، يشوف القوات البحريه مثلا، ايه القطعه في القوات البحريه المتفوقه فيها فرنسا او الولايات المتحده او الصين، تنويع المصادر كمان، تنويع المصادر، لا كمان ان انا بجيب كل دوله متوقعه يعني متفوقه في منظومه من منظومات الاسلحه كنت انا بجيبها. ده خلانا نخطو خطوات بعيده، خلى كل دوله يعني تقف احتراما. لا ولسه يعني لمصر. يعني كمان مش فقط كده، يعني الحقيقه لاول مره الشعب بيلاقي ان قيادته وحكومته لا تتحدث عن ما سيتم إنجازه، لكن دائما بنفاجأ إن الرئيس في موقع ما بيفتتح يعني مشروع قومي أو إنجاز تم بالفعل. يا فندم شوفوا، إحنا في ظل أزمة كورونا بحارب العشوائية وبأفتح مصانع وأفتتح مطارات. لا شوف مطارات، أنا عندي فتحت 6 يعني ما يقرب من 6 مطارات جديدة أو 6 مواني، فتحت مدن جديدة. أنا فرغت القاهرة الأماكن اللي هي كانت الأماكن الشعبية اللي فيها بعض الصناعات زي الجلود وغيرها، عملت مدينة الروبيك وعملت مدينة الإساس في دمياط، بعمل يعني بنشئ مشروعات جديدة جدا. لما نشوف المزارع السمكية ونشوف الصوب الزراعية، ولما نشوف كل التقدم اللي حصل على كافة المسارات، لما نشوف العدالة الاجتماعية، لما نشوف برامج الحماية الاجتماعية اللي الرئيس دايما ما ينحاز فيها لمحدود الدخل، لما نشوف على المستوى السياسي حتى ان انا مكنت الفئات وعلى كافة المستويات، مكنت الفئات اللي هي مهمشة زي المرأة وزي الشباب وزي ذوي الاعاقة، وان انا اعمل عام للشباب وعامل المرأة وعامل ذوي الاعاقة، ان انا ما خليتش فئة منسية في مصر ولا فئة مظلومة غير لما أنا بدأت أديها حقوقها شبه كاملة في الوقت الحالي. مع انتظار المزيد، شفت تكافل وكرامة لأول مرة. أنا بعمل منظومة متكاملة على كافة المستويات، إنجازات في 6 سنوات، أعتقد إن هي يعني كنا هنشهد يعني إن شاء الله نتعدى أزمة كورونا، كان زماننا في حتة تانية خالص وكنا منتظرينها إن شاء الله. وده دليل كمان إن الدول كلها، شفنا الدول كلها واجهت أزمات اقتصادية بما فيها الولايات المتحدة، أنا ثابت رغم إن أنا يعني عندي صعوبات اقتصادية نتيجة إن أنا كنت عامل عندي إصلاحات. لا أنا شفت ده، مفيش في يوم مفيش مواطن اشتكى من عدم وجود سلع، وبالذات السلع الاساسيه والاستراتيجيه وحتى السلع الترفيهيه، احنا ما حسيناش بده رغم ان ما كانش فيه لا مواني مفتوحه ولا طيران ولا غيره. ويعني ده الحقيقه يعني بيثبت ان توجه الشعب المصري ونداءه للقوات المسلحه بحمايه الوطن واستجابه القوات المسلحه في 30 يونيو بيثبت صحة رؤية المواطن المصري لا يعني وقف هذا الأمر. حضارة 7,000 سنة صحيح خدها المواطن المصري اللي كان عنده دولة من 7,000 سنة فيها مقاومات الدولة، استمد عنده مخزون عنده مخزون طلعه وخلاه، هو كانت الشرارة وقواته أو أجهزته السيادية هي اللي حماته. لما أشوف كل ده مع كل هذه الإنجازات، أعتقد أن الشعب المصري ما تخافش عليه، وأن الشعب المصري أكثر وعيا وإدراكا من أي شعب موجود في العالم إذا
يعني اذا زي ما يقولوا كلما يواجه الخطر هو بيستفيق، وده بالذات اللي احنا عايزينه في الفتره ديت. احنا شايفين ان احنا راجعين في مواجهه كورونا لحد دلوقتي، عايزينه يرجع ياخد روح 30 يونيو في مواجهه كورونا. الدوله واخده كل الاجراءات والاحتياطات الاحترازيه، لكن للاسف عندنا البعض بينخدع بما يصار على في بعض القنوات او في بعض مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها من شائعات هدامه، في ظل ان احنا كمان بنواجه مشكلة كبيرة جدا. عندي مثلث رعب، عندي مثلث خطر بيواجه مصر، عندي سيناء والتحديات اللي بنواجهها فيها والإرهابيات والجماعات الإرهابية اللي هي مكان اللي تم اللي دخلت بعد احداث 25 يناير، عندي أزمة سد النهضة في الجنوب، عندي أزمات مصطنعة، عندي ليبيا. انا عندي مثلث خطير جدا في الوقت ده بيواجه مصر. اذا ما كناش نتوحد ونستلهم روح 30 يونيو يعني هنواجه صعوبات كتيرة، لكن ربنا يحفظ الشعب المصري قادر دايما. قادر مع مؤسساته مع قوات الجيش مع قوات الشرطة مع الرئيس اعتقد مع الحكومة الحالية الموجودة اللي هي بدأت تقوم بدور كبير جدا في مواجهة الازمات والتحديات. اعتقد ان احنا هنستكمل انجازات 30 ان شاء الله بانجازات كبيرة خلال الشهور ان شاء الله. ربنا يحفظ الله. بلدنا ويحفظ شعبنا العظيم وايضا جيشنا وقيادتنا. الأستاذ علاء الحلواني رئيس قسم السياسي والأخبار المسائي شرفتنا، ودايما كده كل سنة نحتفل بهذه الذكرى الغالية. مشاهدينا كمان بشكر حضراتكم وبتمنى الخير والأمن والسلامة لبلدنا العظيمة وشعبنا العظيم مصر. شعب يعني دايما على مدى آلاف السنين حافظ على هذا الوطن، وإن شاء الله دايما يحافظ على هذا الوطن. بشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم لهذه الحلقة الخاصة من أيامنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وحضراتكم بخير.